360 درجة لزاد لهذا الأسبوع رح نستقبلوا الشاب مازي. مازي مرحبا بك معنا. 65% فان. مازي رح يحكينا عن تجربته من عالم الموضة إلى عالم الغناء. قبل ما نكون مغني كنت ديجا مانكا وعندي دي تيتر انترناسيونال في الدومين هذا. ما تشوفش انه كاين بزاف فنانين يغيروا من مازي؟ قالوا بلي مازي ما عندوش قريب الفو ويلعب على ليماج تاعو. هل فعلا كانت لمازي علاقة بابنة شخصية كبيرة في الدولة؟ واحد باش يكون يدور معك على مصلحتك ما تعتبروش كصديق. مازي راح يحكينا عن اخر اغنية ليه تحت عنوان ما كان والو. مازي اخر اغنية ليك ما كان والو exactly. نالت اعداد كبيرة من المشاهدات. هذه الاغنية اللي كانت ديو مع لورابور فرونسي زيفو. مازي اللي اصبح عنده تقريبا 500 الف متابع على انستغرام راح يجاوبنا على كل الاسئلة اللي انطرحت عليه وراح يحل كونت انستغرام تاعو ونتقربوا منه اكثر ومن شخصيته. انا ما نشوفش لي جام ولا نشوف لو نومبر دابوني ولا انا نشوف النهار اللي نحتاجهم اسكن نصيبهم. تخدم قلبك وتحب تنجح يتو ما يحب يكسرك. مازي مرحبا بك معنا. شكرا ياسين. شرفنا بحضورك. استضافة هذه تو لو بليزير بور مو. الله يسلمك. قبل ما نبداو كلش مازي اصر المشاهدين انه يجوز بنوادر ما بيش علاش لازم هو يقول لنا علاش. علاش مازي؟ نوادر باسكو البارح كان عندي مارياج. ايه؟ ولي مارياج في الجزائر راك تعرف. خلاص وقتك زيدنا شويه. وانت ماكش حابب تبين عيني. لقيت روحي جات 4:30 تاع الصباح وانا مازالني تما لو دخلت لداري تو. اها. واليوم نط غير باسكو باش نوفي بالوعد تاعي كما يقول. ربي يخليك وشرفنا بحضورك مازي. ثاني كاينه حاجه لازم نذكرها، لو سول فنان يعني الفنان الوحيد اللي كي تعيط له توجد داير الكود. وعلاش سيريو وعلاش داير الكود ما تحكموش النيميرو تاعو كاين مي جامي تحكمو توجو داير الكود ولكن كي داير الكود كي تعيط له يعاود لك. هذه الحاجه اللي مليحه مي مشكيتش انه يعاود لكاع الناس. وعلاش بصح يعاود لكاع الناس؟ نعاود باسكو عندي بروبليم مع النيميرو تاعي. اشاك فوا نبدل نيميرو جديد يجيبوه الناس ويعيطوا لي تو. ودي فوا نكون خدام، دي فوا نكون مع العائله، دي فوا فاهمني. دونك انا ماذا بيا انا سون في بليزير يعيطوا لي الناس السلام عليكم ويا انا فان تاعك تو. مي دي فوت تلحق سيرتها مو ما تقدرشك فاهم صح. مازي اخر اغنيه ليك ما كان والو exactly. نالت اعداد كبيره من المشاهدات اكثر من 600 الف مشاهده في اسبوع واحد. احكي لنا شويه على هذه الاغنيه. بون هذه الاغنيه اللي كانت ديو مع لورابور فرونسي زيفو وكان تورناج تاع الكليب هنا في الجزائر. حبيت انا يكون هنا في الجزائر باش نبينوا واش عندنا واش ما عندناش. كيما راكم شفتوا في الكليب بازيت بزاف على المناظر تاع بلادنا كان لفتي بازا. والحمد لله كيما قلت الاغنيه هذه انا جوسكا ميتنو عندها دوكا سمعنا ملي خرجت دونك تما نالت نجاح اكثر من اللي انا كنت منتظرك فاهم. تخي بيان. كاين بزاف يقولوا بلي مازي يعني الشكل تاعو عاونو بزاف في لاكارير تاعو. اسكو صح؟ الحمد لله الحمد لله. بون هذه حاجه ماشي انا اللي نقدر نقولها، هذه حاجه بيبليك اللي يقولها. مي انا توجور نحب في الكليب تاعي نحب توجور نكون بيان بان بيان نخير بيان واش نلبس. انا صان نحب نلعب بليماج تاعي باسكو انا افون قبل ما نكون مغني كنت ديجا مانكا وعندي دي تيتر انترناسيونال في الدومين هذا دونك بوكوا با جو بروفيت. صا اسكو كون مازي زعما ما كانش عنده الشكل تاع مازي اسكو كان يحقق النجاح اللي حققه الان؟ انا نظن باللي الناس يحبوا واش كاين داخل مازي ماشي الشكل تاع مازي والله اعلم. صح. حبيت نعرف انايا مازي راح في الموطو راح رحله. احكي لنا شويه على الرحله هذيك. الرحله هذيك بو انا نحب لي زافونتور ونحب توسكي سونساسيون فورت اي تو سا. كيفاش احتاجتك ليدي وكيفاش احتاج ماريتو؟ حنايا دوكا مع الخدمه لا بريسيون اي تو سا دي فوا يجيك هذاك لو بون مومون هذاك لو مومون وين تحب زعما شغل تي فادي تحب تروح تحب في تيليفون تحب ما تهضر مع حتى واحد. انا كنت واحد لابريسيون تاع الخدمه اي تو سا باسكو راني بريباري في الالبوم تاعي ان شاء الله. كثرت عليا بزاف لابريسيون. هاي واش ندير واش ندير واش ندير. رفت لا موطو قلت لها غير نروح للصحراء سولانجي. ديت معايا لا اونت هاك شفت كنت ندير لا اونت تاعي برا نرقد برا نطيب روحي شغل سيتي ان فوايا سوفاج. ما ريسكيتش انا رحت جو بخون لو ريسك جوستيمون. انا رحت باش نريسكي
رحت باش نريسكي وميمون باش نديكوفري وميمون باش نسولاجي. واش كنت تعرف كون كنت حاب تروح؟ يعني كانش اسكو كاينه بلاصه كنت حاب تروح عليها؟ كنت رايح كنت داخل لافريك باسكو ديجا كان عندي كنت سمعت بلي تفتحت الحدود مع موريتانيا. رانا في لافريك انت وليك. لا واش بدي كنت داخل لي بي افريك لتحت تقول لتحت هناك فاهم. بعد لحقت حتى لتيندوف. تيندوف لحقت الحدود مع موريتانيا مالوريزمون كان كاين واحد البروبليم في لي فرونتيير. شغل طريق مسدود وتوسا دونك ما قدرتش نخرج دونك جو مي سوي دي فوالا نكمل شفي التور تاع الصحراء في جي بي اس جي بي اس انا كنت جامي فيزيتي الصحراء دونك انا رحت باش نسولاجي الوغ كي رحت مباهر بديت نشوف واحد الصوالح اللي شغل ما كنتش نسمع فيهم باش تعاودها بوكو ابا مليحه تجربه مليحه تجربه مليحه وما ندمت عليها وشفت بزاف صوالح بالتوفيق مازي مازي اسكو مازي متزوج نو خاطب نو والو سيري باتي بصح شفنا واحد الخطره انه مازي كان بلاغ بلونش مع هي العروسه بلاغ بلونش وها كوستيم وخرجوا تصاور باللي مازي مازي تزوج وكاين بزاف بنات بالك ما عجبهمش الحال وكان انتقادات انت وشنو واش تقول اكزاكتومون بون لي فان هادي هي لي فان يحبوك تكون تاعهم تاعهم غير هما فاهم ومن حقهم كيما يحبوك حنا ثاني نحبوهم يتوسا سي فري خرجوا بعض الصور هذيك اللي كيما قلت لك انا كنت في البوم تاع المانكينو هذاك سيتي عندي فيلي المود وكنا لعبنا دوك ماهوش مزوج لا لا سيري مات انت الاب وبرامي مفتوح اب مازي تحب بزاف الانستغرام بزاف تقدر تقول لي تيليزي غير هو نروح انا وياك مازي الى فقره انستا دي زد مازي عندك تقريبا 500 الف متابع على الانستغرام وش تعليقك على هذا الشيء تعليقي هاد 500 الف نقول لهم 500 الف مره نحبكم يعطيكم الصحه وميرسي دخلوا باسكو الحمد لله انا ما نشوفش لي جام ولا نشوف لو نومبر دابوني ولا انا نشوف النهار اللي نحتاجهم اسكو نصيبهم نشوف النهار اللي يكون عندي كليب جديد النهار اللي تكون عندي حاجه جديده الحمد لله توجور ما تكون عندي حاجه جديده توجور الناس قاع يبارطاجيو وقاعد يبعثوا لي فيديو انا قلت لك سان في بليزير نعاود نبارطاجيها مع عندي توسا مازي انا نوري لك صوره هاد الصورة يعني حبيتك تعلق لي عليها هاد الصورة على بالي بلي تشفى عليها هاي لك واش تعلق هادي صورة قديمة 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 بزاف هنا كنت صغير بزاف و لي برومي طون اللي فتحت انستغرام شفت هادي هادي كنت في اسطنبول انا كنت تعرفني خوك تاجر ومغني هنا كنت في اسطنبول سلطان سليمان كنت في اسطنبول كنت في لو غون بازار لقيت هذيك تاعهم تاع السلاطين تاعهم لبستها تصورت بها درتها في انستغرام صح جريء شويه انت مازي شويه شي بزاف شويه شي بزاف شويه شي حاجه نروحوا للفقره الاكثر جراه في البرنامج يا با سوسي نروحوا ديرها بلا نواضر معليش كيما تحب خويا ديرها بلا نواضر ملا دوكا تنحي نواضر مشاهدينا مازي نحى نواضر باش نروحوا انا وياكم الى فقره 20 سؤال مازي عندي لك 20 سؤال جاوب لي عليهم بشكل سريع جاهز؟ جاهز ماكلتك المفضلة؟ غراتا أكثر حاجة تخوفك؟ أكثر حاجة تخوفني نخسر والدي شخص راك متوحشو؟ شخص راني متوحشو؟ نقدر نقول لك كاين شخص ما نقدر نقول لك إنسانة ولا إنسان ما نقدرش نعطيك اسم ليسونسيال كاين شخص فريق الجزائري المفضل خاطيني يفوت بصح الحراش حامتي دونك يا ساماش السن المثالي للزواج في نظرك 30 مستواك الدراسي تي اس ان كوميرس انترناسيونال عمرك 25 افضل مغنية راي في نظرك سميرة لورانيز صفة تحب تغيرها في ذاتك بزاف سبونطاني وبزاف كيما في الدار كيما برا كيما في الخدمه وهذه حاجه ما ساعدتنيش بزاف لو دير عمليه تجميل واش تبدل في روحك ما جامي خممت فيها مقتنع الحمد لله بخليقة ربي ومقتنع بذاتي ان عاد بك الزمان لخمس سنوات ماذا كنت ستغير اذا وليت خمس سنين اللور واش نغير والله ما نغير حتى حاجه باسكو ما كاش حاجه درتها وندمت عليها صراحه هل فعلا كانت لمازي علاقه بابنه شخصيه كبيره في الدوله
لا اشاعات. سمعتهم انت الاشاعات هذو؟ سمعتهم بصح ما درت عليهم باسكو ترفض حاجه كيما حاجه كيما ديرهاش ما تنفي هذا الشيء. نفي نفي تام. لو اخترت بين عالم الموده وعالم الغناء واش تخير؟ الغناء. فنانه جزائريه حاب دير معاها ديو؟ فنانه جزائريه فله الجزائريه صراحه. هل شكلك ساعدك في كسب جمهورك؟ الحمد لله. وي بوكوبا. مازي كم يستغرق من الوقت امام المراه قبل الخروج من البيت؟ 15 مينوت. 15 دقيقه. اخر دمعه وقتاش حبطت؟ اخر دمعه عندها 4 جور. لماذا؟ لماذا؟ باسكو كنت في استوديو عندي اني مع لا بريباراسيون تاع الالبوم. الالبوم هذا كاين بزاف غنى انا اللي كتبته. دونك كنت حطيت اون شونسون سونتيمونتال اللي كتبتها انايا. كي كنت لداخل الكابين دو شون شغل تالمو اغنيه انا كتبتها وانا لحنتها وحسيت بها فريمون شغل كنت نغني حتى طاحت لي الدمعه. صراحه مازي، هل ندمت على ارتباطك باحدى الفنانات الجزائريه؟ وي ندمت. وي. هل يعتقد مازي انه عنده الكثير من اصدقاء المصلحه؟ صراحه بون اصدقاء باش نقول لك اصدقاء زعما اللي معايا كل يوم ويدوروا معايا ويقعدوا معايا في الدار ولا الحمد لله ما عندي حتى انتيري معاهم وما انا نشوف اللي ما عندهم حتى انتيري معايا باسكو يعرفوني بالك قبل الشهره وقبل الغناء وقبل الماكينه هيتو. سينو باش نقول لك كاين ناس بزاف اللي عندهم مصالح معايا هذيك هي صح. اصدقاء انا بور مو كلمه صديق كلمه كبيره شويه. دونك واحد باش يكون يدور معك على مصلحتك ما تعتبروش كصديق. اكثر شيء اثر فيك في مسيرتك الفنيه؟ الناس اللي اداء النجاح، الناس اللي انت تخدم قلبك وتحب تنجح وما يحبوا يكسروك. صراحة مازي، هل يعتقد فعلا مازي أن صوته يصلح للغناء؟ وي بيان سور. أنا لو كنت روحي ما نقدرش نغني ما نغنيش. والحمد لله راني نشوف تطور الحمد لله بالخدمة وكاين الناس اللي يوقفوا معايا والناس اللي راهم يوروا لي توجور والإكسبيريونس. سؤال يطرح من طرف متابعين مازي. ما علاقة مازي مع نادير درويش؟ نادير هو صديقي وخويا وصاحبي ومن بين الناس اللي كنت نتكلم عليهم اللي نعرفهم قبل ما نبدا نغني وقبل ما ندير اي حاجة. يعني كنت جيست بتي غوص هكذا في الحومة. يقولوا انه فيه مصالح بيناتكم، هل هذا صحيح؟ لا والحمد لله دوك انا كي دخلت في هذا الدومين توسع فيكو نعرفه قبل الشهرة قبل كل شيء دونك جو لو في كونفيونس. دونك هو تقدر تقول سي لوي كي مجاغ تو هو اللي يعني الحمد لله معاوني بزاف ونوجه له تحيه. شكرا لك مازي، شرفتنا بحضورك. نخلي لك الكلمه الاخيره. بون شكرك ياسين على الاستضافه هذه ونتمنى لك النجاح في المشوار تاعك. شكرا. ونشكر كاع الناس اللي حبونا واللي تبعونا. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه مازي. شكرا. عطينا مقطع كابيلا خفيف قبل ما نروحوا. ما قلت ماني سراق قد زعما. نعطيكم الأغنية الأخرى تاعي. يخلوني الريح راسي من الغربة زوني راسي ننسى همي أنا ولي سوسي وهي توحشت أنا يا ولاد الحومة مع حبابي القعدة مقيومة دعوات ولي ملمومة وهي. شكرا مازي. ميرسي حبيبي.